السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع منقص. شكرا لكم على الدعم في المقطع اللي راح. المقطع اللي راح اللي كان مدته 53 دقيقة، اعتذر على هذا الشيء، بس يعني المقطع كان جدا متعب، لكن المشاهدات واللايكات ما قصرت فيها ابدا، فان شاء الله ما تقصروا في هذا المقطع بالدعم. الفكرة كانت انك اذا مريت من شخص في اللعبة راح تسمع صوته وراح يسمع صوتك، اذا بعدت عنه ما راح يسمعك. مو كل المقطع كذا، بس بدايته، فان شاء الله يعجبكم. لا تقصروا بالدعم، الله يسعدكم واستمتعوا بالمقطع. هذا ما بالحين يا شباب، حد يسمعني؟ على طول. ايش على طول؟ طيب كيف كذا نسمع؟ اخر اثنين دخلوا. اوه، عقش وفريكي. انا وخالد واوسمز مع بعض. انا شايفكم، شايف عزه، وشايف فريكي، وشايف خالد. كم من بوستر؟ واحد ولا اثنين؟ الكتريك اثنين. كم من بوستر؟ اثنين. اوه، دبل كل اصلا. صوتي كويس شباب. يب. اي كويس كويس، صوتي كويس وذبحت كويسه بعد. اوه يب. وايد بعيد اصلا. وين بعيد؟ وين؟ فوق اليمين. وش اسم المكان ذاك؟ حجر له، حتى انا ما اعرف ترى. وانا للاسف سمعت انفاس فريك الاخيره. ام عاد قال اوكي، بعدين اختفى صوته. ما اتوقع انه عقش. وحت سلوم صوت علي الحيوان. ما صوت والله. سبحان الله، نظامكم. هلو دبل كل بس. الو خالد، تبي خوي بلان؟ انقذني، ابعد عني، ابعد ابعد يا مجرم، انقذني. ابغى اقولك سر. ها ترانا الامبوست. ليش ترانزيت؟ وين قلت؟ كنت في الميتنج اخر شيء. الميتنج انا كنت اخر شيء في الاوفيس. ما شفت. لا عند كنت على اليمين، تحت اليمين، ما ادري. انا مريت من عند الميتنج وانا اصلا وانا اصلا ما شفتك كمان. صوت شوي لازم. ياب ياب. وح دي دي. خلاص ارجع. خلاص اخوان تسمعني كويس؟ احنا ما نسمع. انا ما اسمع. اللي كان معنا في سلوم وخالد ما كان معنا صح؟ راح ندور. أيوة. ريال اصل اصل معكم وين؟ ايه سلوم عند طيب دقيقه. سلوم هلا. انا كنت في ستورج مسكر علي. ما خالد ستورج مسكر. ما شفت احد. انا كنت على اخر ستورج فوق، كنت رايح لادمن. طيب وين كنت خالد؟ انا اللي صلحت اللمبات. انا خلصت المهمات. اول شيء كنت في البدايه مع خمسه اتوقع او اربعه. كنا فوق عند الوبنز. ايوه دقيقه دقيقه عزه، قلت كنت مع اوسم سلكت شوي. رحت النافيجيشن، خلصت المهمه، مشيت الى ايش يسمونه ستورج. جيت بروح لادمن، تسكر علي الباب وقتها، وانتم تقولون ان في جثه عند باب الادمن على كلامكم. فتسكر علي الباب، واضح ان واحد ذبحه وسكر علي الباب عشان ما اشوفه. سلوم عزه غلط قبل شيء. وش عزه غلط؟ يوم قلت له وين كنت اول ما بدا، قلت له وين كنت قبل سكتي؟ قال انا في المدبي. قبل شيء قال انا ما شفتني اوسمس في الليكتر قاعد يسوي معك مهمات. انا ما ادري عنه. طيب شفت ايه اصبر. عزه شفته وانا في النافيجيشن كذا على الشيلد، طالع من النافيجيشن ورايح الشيلد. شفته وبعدها طيب. يوم دخلت ستورج ما شفته ابدا، ما ادري وين راح. طيب اسمع وي يروح هنا وهنا على طول. انا ما ادري صراحه. صوت ميت. اوكي صوت على انا عقش وعزه. حطيت ريبورت عشوائي. ف يلا انا عزه. يا ساتر عيال بالله، بعد شوي وعطهم صوت. من قالها سمع. يذبحني شباب، قاستك فخر. حس ان سلوم. ثواني سلوم. هلا. هي ما حد ذبح خفات انتم يا بوستر. يوم اترك من الاو 2 انت وين روح؟ انا رحت عند عقش الادمن. حتى عقش شايفني. انا قلت صوتي صوتي. يوم جال برا حسبت قتلتهم. انا صوت عقش. انا قلت صوت خالد. انا صوت عزه والله. انا عزه. ايش الجيم ذا؟ القم امبوستر. انا ترى من اول قاعد اقول انت امبوستر، قاعد اقول عزه انت فهم، قاعد امبوستر قاعد يقول ما شافك. بس طب. عيال؟ هلا. ريال. يا حبيبي. حاس والله. ترى والله ولا واحد من 100 واحد شك فيني. اني كنت واثق فيك في البدايه، بس بعد ما كذا اختفيت فجاه بديت اشك فيك. بس انت وقفت ضامنك عشان انا وقفت معك في البدايه. وقفت الضمنه بديت اذبح اذبح وعزه ما قصر. انا سكرت على نفسي في ستوريج عشان احط يعني اعذار كذا يعني تسكر علي في ستوريج. وهذا انا الشنطه. هلا والله فريكي. سكفه تذبحني، خلني اذبحني.
خلاص معك. وين كنت يا سلو؟ انا كنت في الالكتريك. حتى إيه حتى خالد شايفني وانا مار من عنده ودخلت الالكتريك وكنت اخلص مهمات وجات الصوت. وين كنت قبله؟ كنت في الجهه اليمين عند النافيجيشن وكذا. نافيجيشن اي جهه النافيجيشن اللي تحت اليمين. او اول ما بدينا او اول ما بدينا الجيم مشيت مال اليمين حتى هقش وسلم هقش إيه. وحتى فريكا كان عندي في الكافيتيريا وشافني اروح يمين. دقيقه كم معنا واحد الظاهر ترانزيت سلوم قبل الريبورت. قبل الريبورت وين كنت؟ الكتريك قبلها. الكتريك كنت اخلص مهمات حتى خالد شايفني. قبلها انا اصبر انا اقول لك المسار من البدايه. كنت في الكافيتيريا كنت عند فريكي. فريكي قال انت سلوم اذا انت امبوستر لا تذبحني. قمت اطقطق كذا يمين يسار رحت من الجهه اليمين مشيت للنافيجيشن خلصت يعني مهمه ونزلت على تحت ورحت الكتريك. لا ما مرت من عند الشيلد بس ما خلصت مهمه الشيلد ولا شيء. مريت رحت لين استرج بعدين عديت استرج وصلت الكتريك شفت خالد وكان يلحق كلاش. قال خالد ما ادري ايش قال كذا كلمه لقط المايك وبعد ما لقط وبعدها دخلت الاكسبلي وقبلت خلص من المايك وجات السؤال. طيب جاي من فوق او من يمين ما ادري بس شفتك في ستورج. انا جاي من اليمين. طيب متى شفته في ستورج يا كلاش؟ في نص الجيم بعدين رحت طلعت على النافيجيشن لقيت ريان. فاتوقع انا اتوقع انه فريكي. عندي شعور انه فريكي صراحه. خلاص اجسكب. خالد خالد الحقني الحقني يا خالد. اما تصدق لا تذبحني يا اخي ترى تعبت انا طول هالقيم كلومي. انا بصلح خلي باقي لي وحده. يلا ها الله يعطيك العافيه مع السلامه. تعال انا اسرق البوستر. وقف يا ترانزيت تعترف انك انت امبوستر. يا شيخ راح بس خالد ترانزيت امبوستر. لا قهر جا فريكي خالد لو ذبحت ترانزيت قدامك برئني. ها ها يلا معك فريكي بعد انت برئني. اوكي خربوها كذا. يلا 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 والله روح وخر. طيب عشان نذبح تعال حد الورقه مقصه عشان نذبح بعض. وخر يا عيال. يا خالد يا سلام ما سلام فريكي ذبح قدامي. شوف على طول يا خالد يسلم لاننا شايفينه. فيك روح حقت على ازرق على طول مسكين. مالي دخل انا دقيقه مين في السكيورتي؟ انا في السكيورتي دقيقه. طيب خلينا انا قش واتوقع اوسمز كان في انت في السكيورتي اوسم قاعد اشوفك. احنا شكلنا ما بنتوا بالكاميرات. خالد اصبر يا عيال اقول لكم السالفه. انا وترانزيت وبيسلموا فريكي بالضبط قاعدين نتحدى الامبوستر يذبح. كان الرجال جاء فريكي ذبح. بعدين اول ما بدا التصويت خالد اللي مصوت يا فريكي قال يا خالد يا سلوم عشان يبرر نفسه. خلنا نسمع خالد. طيب نطلع فريكي ونطلع واحد منكم اللي يتهمته. ايش رايكم عشان نحل الموضوع ودي؟ انا خالد شاك فيه. اذا ما كان فريكي اتحداك. اذا مو فريكي طلعوني انا يا رجل. هي فريكي واحد قبل او انه او واحد موجود او انه عز وش اسمه خالد سلوم مع بعض. شوف لو صار في كل الراوند الجاي اذا على كلامك ان في امبوسترين خلاص من الجاي. بس طيب كل الراوند الجاي خلاص فريكي بروح بس بنطلع واحد منكم يا خالد يا بس. طيب لو انه انا بعطيك 200 دولار. يلا 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 هذا طلع شك في خالد. عقش انا وياك. انا خاف اصوت على خالد ويطلع سلوم. ايش تخلي عقش هو قال 200 دولار. انا وياك مع بعض صح؟ هي يا خالد يا سلوم. انت عقش انت ما شفت يا عيال. ايه وش اللي فريكي ذبح قدامنا؟ شيف قدامنا شيف 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 هو قال لك اذا شيف صح خالد يدافع عني وانا ذبح خالد صح؟ اذا كان تصويتك على خالد الحين وصار هو الامبوستر يقول خالد لك 200 دولار. ايه ما تقلب على اخوي. جرب حظك. اقول لك 200 دولار هو بالنص بالنص فاهم؟ معليش اصلا انا الشاك في زمان ادفع معي 200. هي مايند جيم يا انه فيك واحد ثاني من عقش وكلاش او انه خالد سلوم او انه اثنين امبوستر او انه انا كلاش امبوستر او ثيرد امبوستر. يا خوانا بس انت ما تدري ايش صار. دقايق ممكن افضح. انا اقول يلا اذبحوا بعض وترانزيت يقول ابعد يا سلوم لا اذبح. سلوم يقول ابعد لا اذبح. قال لي سلوم خالد اذبح ولا تبلغ علي. قلت تمام خلاص وهذا اللي صار. لا انا اقول لك ليش شكت في والمشكله اني حلفت وجبت. انا قلت ابعد بس قلت ابعد اذبحك.
سلوم قال انا جاي من يمين، قال انا جاي من يمين جاي للالكتريك واخر كذا قبل ذا اي مار من عند خالد وكذا، يعني انه يعني انه يا يمر يشوفه يا يمر يقتله. بعدين رجعت وطلعت من الالكتريك وذبحت عزه خلصنا الجيم. ريان ريان ايش ذا ريان مت ما عندك تكلم ترى. طيب طيب انا بقول لكم ايش سمعت يوم مريت من كلاش واوسمز. سمعت ريان يقول له كلاش تعال تعال، هذا كلام كافيتيريا وراحوا للويبن وبعدها صار لا كم معنا خالد كم اثنين. طيب انت من شفت عقش؟ انت كنت معي كلاش من شفت؟ من شفت يذبح ريان؟ من اللي كان معنا عقش؟ ما ادري واحد اتوقع مين فريك اتوقع ما ادري والله يا حبيبي لا تستغبي. طيب انت يمكنك رحت اوسمز قلت على ريان؟ لا لا انت يمكن خويك جابه يعني ذبحه وانت جيت بتجيب ريان وفجاه قصيت ريان قبل ما يصوت. صوت اي شيء صوت اي شيء لا تفرق شيء لا تفرق شيء صوت يا حبيبي. وش قلت لكم؟ قلت لكم ان عقش ذبح واحد وكلاش ذبح ريان.